السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع المنتخب الوطني المغربي. موعد جديد، أخبار جديدة إن شاء الله. اليوم صراحة خبر صادم للمنتخب الوطني المغربي. المنتخب المغربي كيفقد الهجوم ديالو بالكامل، يعني كيفقد موري الحدادي، سامي ماي، ويوسف كعبي، وطبعا كان من قبل يوسف نصيري اللي داعي للإصابة. نتمنى من الله ان الخبر هذا ما يكونش حقيقي، يعني انا سمعته من صراحه من ناس مقربين بـ بـ يعني باخبار المنتخب وكيعرفوا كل كبيره وصغيره على المنتخب الوطني. قالوا بان ربما غادي تكون كورونا وسط المنتخب الوطني المغربي. كنتمنى من الله تعالى ان المدرب يكون عنده بدائل او حلول. هو عنده 28 او 27 لاعب، يعني الخصص ما غاديش يكون، ولكن باش يتوعدوا لك لاعبين اللي انت معتمد عليهم في الهجوم، ولا باش يتصابوا لك كورونا، يعني كتلقى واحد المشكل شويه صعيب. بالنسبه للعناصر المنتخب الوطني، يعني زاروا ارضيه الملعب، شافوا ارضيه الملعب، ارضيه الملعب جميله جدا. دائما في كاس افريقيا الارضيه في اليوم الاول او المقابله الاولى حتى المقابله الثانيه كتكون ارضيه في المستوى العالي. المشكل فين كيكون؟ في المقابله الثالثه وفي الادوار اللي من بعد الدور الاول كيبداو الارضيه الملاعب كيبداو كيتاثروا تدريجيا الى كيوصلوا للاسوء اسوء حالات. نتمنى من الله ان الكاميرون ما يوقعش في هذا الشيء اللي كان كيوقع في كاس افريقيا من قبل. وكنتمنى من الله ان المنتخب الوطني المغربي يقدم لنا شي كاس امم افريقيه تكون في المستوى وفي مستوى طموحات الشعب المغربي اللي كينتظر بفارغ الصبر واحد النتيجة، ولا واحد الكأس، ولا على الأقل واحد الوصول لواحد يعني نصف النهاية ولا النهاية، لما لا. يعني المنتخب في أي منتخب في العالم مع توالي المقابلات، يعني كيلعب المقابلة الأولى كيعاود يلعب المقابلة الثانية، إلى داز كيلعب يقدر يلعب الدور الثاني، يقدر يدوس من الدور الثاني صافي، تما كيبدا الطموحات، كيبدا التركيز، كيبدا واحد الثقه في النفس عاليه كتطلع، ومن تما كيقدر يوصل بنادم حتى للنهايه ويقدر كاع يفوز بالكاس. شحال من منتخب ما كانش مرشح شحال هذه وفاز بالكاس. كنشوفوا عاوتاني منتخب الجزائر في كاس العرب الفائته اللي كانت في قطر، يعني ما كانش مرشح مع توالي المقابلات. المنتخب كبر ويعني وقساح، ولا منتخب يعني متماسك، ولا عنده الطموح، ولا كيشوف راسه انه يقدر يفوز باللقب. ويعني هي هذه ان شاء الله. نتمنى من الله ان المنتخب يمشي تدريجيا، هي المقابله الاولى يحاول انه يناقشها، يعني يحاول يربح على الاقل 3 نقاط، ولا ما يخسرش، على الاقل ما يخسرش مقابله الاولى ضد غانا. المقابله الثانيه لازم يربح، خاصو ضروري يربح. المقابله الثالثه هي تتناقش، هي ربما يفوزوا بها ربما. المهم احنا ما غاديش نسبقوا الاحداث. نتمنى من ان المنتخب الوطني المغربي يقدم اجمل اداء عنده، ولا احسن اداء. نتمنى من ان هاد الاولاد اللي يلا طالعين ما معروفينش انهم ينسجموا ويعطونا واحد المنتخب يعني بدون نجم، وخا عندنا نجوم مثل حكيمي، سايس، بونو. نتمنى من الله ان تكون واحد العائله ويلعبوا كاسره، يلعبوا ويتحاربوا على الدرابو ان شاء الله، وغادي يكون خير. نتمنى من الله ان الفيديو ما يكونش طويل عليكم بزاف. ما تنساوش انكم تدعموا القناه. انا صراحه كنحاول بعض المرات كنحاول انني نجتهد ما نجبدش معلومات. ما تنساوش انكم تدعموا قناه اخوت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.